الجمعيه اللي جمعيه اوبالس هي الاتفاقيه اطار اللي كتحدد المحاور ديال التعاون بين وزاره الصحه وبين هاد الجمعيه والاهداف الاساسيه. من المحاور هناك المصاحبه الجمعيه فيما يتعلق بتوفير المقرات ديال العمل ديالها حسب الامكانيات، وكذلك توفير او وضع على الاشاره بعض الاطر الطبيه وشبه الطبيه، وكذلك بعض الامكانيات ديال التشخيص او ديال العلاج كالادويه وبعض المستلزمات الطبيه. فيما يتعلق بالاهداف ديال الاتفاقيه هو يعني تعزيز الصحه الجنسيه والانجابيه خاصه لدى الفئات الهشه من الشباب من النساء من الفئات ديال المهاجرين كذلك، لان هذه الجمعيه عندها طابع افريقي، فبالتالي خاصة المهاجرين الأفارقة يتم يعني التكفل بهم على مستوى الأمراض المنقولة جنسيا ومستوى داء فقدان المناعة، وكذلك النزلاء ديال السجون حيث أن الجمعية تتدخل في هذا المجال. إذا هادو من الأهداف كذلك هو أن نقوم بالرفع من نسبة ديال التشخيص ديال الأشخاص اللي هما حاملين الفيروس ديال فقدان المناعة، تزويدهم بالأدوية، يعني 90% من اللي يكونوا عارفين نفسهم يكون عندهم الأدوية، وكذلك من هادو اللي كياخذوا الأدوية 90% يوصلوا إلى العلاج، وهذا المرض كيتعالج من حيث أنه الحمولة ديالو الفيروسية كتنخفض وما تيبقاش معدي. من الأمور كذلك اللي بغينا نشتغلوا عليها مع هذه الجمعية ومع جمعية المجتمع المدني هو هذا البرنامج اللي انطلق في وزارة الصحة، برنامج ديال محاربة داء السيدة، وفيه واحد المحور أساسي ديال إنهاء انتقال هذا المرض أو هذا الفيروس من الأم إلى الطفل أو من الأم إلى الجنين. نعم، في هذه المنظمة دابا ولينا منكبين بالخصوص على الصحة الإنجابية والجنسية عند المرأة، يعني الأكثرية في اللي متعرضة للهشاشة أكثرية، وعلاش كنأكدوا على أننا دابا ولينا كنديروا حملات تحسيسية على الكشف المبكر لسرطان الثدي ولسرطان عنق الرحم. إذا زيادة على الكشوفات العادية وزيادة على التتبع ديال المرأة الحامل والمرأة من بعد الولادة، كان دابا توجهنا لهذا الكشف المبكر للسرطانات المتعلقة بالصحة الإنجابية عند المرأة، خاصة سرطان عنق الرحم، واللي كنديروا حملات كنخرجوا حتى في الحملات الطبية ديالنا ديال الكشف في مناطق أخرى، مناطق نائية، عندنا الإمكانيات باش دابا ولينا كنديروا هذا الكشف المبكر لسرطان عنق الرحم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.